قصدي افلام، اكيد افلام عندي نمبر 1. الله يعطيكم الف عافيه. وطبعا بوليوود. شو رايك بالمهرجان؟ المهرجان انا شايفه للحين يعني طب ما دخلنا، لكن انا شايفه ان اجواء جميله، فنانين جميلين، تجمع حلو من الفنانين يعني العالمين والعرب. شو رايك في المهرجان؟ هل شو مهمته للسينما العربيه؟ للسينما العربية شو قاعد يضيف للسينما العربية؟ والله يضيف الكثير، انه يعرفنا على ابداعات مخرجين وممثلين خلال الافلام اللي نحضرها، واكيد احنا نشوق نشوف كل ما هو جديد معاهم. شو السينما الهندية بالنسبة لك؟ اوه عشق عشق لاي ينتهي السينما الهندية اكيد. شو الافلام اللي شفتيها السنة وشو الممثل اللي عجبك اكثر؟ عجبني كثير فيلم سلمان خان، آخر واحد اللي نزل كان جدا جميل، وأنا نجمي المفضل يعني شاروخان. والله ما أقدر بس كلمة للجمهور. الله يعطيكم ألف عافية وتابعونا على زي أفلام.